أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الرأي الحر، والذي نستمر فيه مع المشهد الأوكراني. هذه حرب مهمة، لأن البعض قد يقول لماذا لا تتناول القضايا العربية؟ يا جماعة الخير، القضايا العربية أحيانا نتناولها بشكل غير مباشر. أقول لك كيف. هذه حرب لو استمرت وطالت ستكون لها انعكاسات كارثية وخطيرة على العالم، ومن بينه المنطقة العربية. العالم اليوم جزيرة واحدة. عندما نتناول الحرب الأوكرانية هذه، أو الغزو الروسي لأوكرانيا، فنحن نتناول شؤوننا أيضا. هذه حرب لها تداعياتها ولها ما بعدها أيضا، خصوصا إذا طالت وطال أمدها، وربما كانت لها انعكاسات كارثية هناك. ولو انتهت دولة أوكرانيا تماما، هذا سيكون ربما أكثر خطورة، على اعتبار بأن العديد من الدول العربية تستورد نسب كبيرة ومهمة من القمح بشكل خاص من أوكرانيا. لكن في هذه الساعة سنركز على زاوية معينة. الغرب أمد أوكرانيا بأسلحة فتاكة. لماذا يمدها بأسلحة فتاكة ولا يدخل معها كتف لكتف؟ لماذا برأيكم؟ هل الغرب يريد أن تستمر الحرب طويلة وإغراق روسيا في أوحال أوكرانيا، وبالتالي التخلص من هذا الدب الروسي وإضعاف روسيا والالتفات لاحقا إلى الصين، أم ماذا بالضبط؟ ماذا يريد الغرب من خلال هذا التسليح الكبير لأوكرانيا؟ من بين هذا السلاح هناك صاروخ عرفه الكثيرون في أفغانستان تحديدا، عندما لقن المجاهدون الأفغان الاتحاد السوفيتي دروسا أدت ربما مع عوامل أخرى بالطبع في انهيار ما كان يعرف بالاتحاد السوفيتي. صاروخ ستينجر صاروخ عدو رقم واحد لكل الأجسام الطائرة، طائرة مجنحة، طائرة هليكوبتر، طائرة مسيرة، قد يحد من سلطان روسيا على الجو إذا استخدم بشكل جيد هذا الصاروخ. كيف سيكون إذن مسار المعركة بعد حصول أوكرانيا على هذا النوع من الصواريخ، وأيضا فتح باب التطوع الدولي؟ أول معركة يباح فيها التطوع الدولي طبعا لنية في نفوس الغربيين، لأنه كان يوصف المواطن التونسي أو الجزائري أو الليبي أو المغربي أو العراقي، لا أدري ماذا، ممن ذهب للدفاع على العراق ضد الغزو الأمريكي كما تعلمون 2003، كان أولئك يوصفون بالإرهابيين. ومن وقف مع الثورة السورية وصفوا بأبشع الأوصاف حتى من دولهم. اليوم بقدرة قادر يصبح التطوع الدولي مطلوب، وهناك حتى مسؤولين غربيين ممن أشادوا بهذه الخطوة. لماذا وكيف سينعكس كل هذا على مسار المعركة؟ هذا هو سؤال. دعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي الأجانب، دعاهم إلى التوجه إلى السفارات الأوكرانية في جميع أنحاء العالم للانضمام إلى لواء دولي من المتطوعين للمساعدة في محاربة القوات الروسية الغازية كما قال. وقال زيلينسكي في بيان له إن كل الأجانب الراغبين في الانضمام إلى المقاومة ضد المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي مرحب بهم من قبل القيادة الأوكرانية للحضور إلى أوكرانيا والانضمام إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية. وأضاف أنه يجري تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب يطلق عليها اللواء الدولي للدفاع عن أراضي أوكرانيا، وستكون هذه شهادة رئيسية على دعمكم لبلدنا على حد قوله. في الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية أمس أنها ستزود أوكرانيا في أسرع وقت بألف قاذفة صواريخ وخمسمائة صاروخ أرض جو من طراز ستينجر لمساعدتها في مواجهة هجوم الجيش الروسي. وقال المستشار أولاف شولتز في بيان له إن ما أسماه العدوان الروسي على أوكرانيا يشكل نقطة تحول، وأن ما يجري يهدد النظام الذي نشأ منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، مضيفا في هذا الوضع من الواجب مساعدة أوكرانيا بقدر الاستطاعة
في الدفاع عن نفسها ضد جيش فلاديمير بوتين الغازي كما وصفه. من جهتها تستعد هولندا إرسال 200 صاروخ أمريكي مضاد للطائرات من طراز ستينجر إلى أوكرانيا في أقرب وقت ممكن. جاء ذلك في رسالة من قبل وزير الخارجية ووزيرة الدفاع وجهت أمس من قبلهما إلى البرلمان الهولندي بضرورة إرسال أسلحة إلى أوكرانيا استجابة لطلبها. كانت هولندا قد قررت الأسبوع الماضي بالفعل إرسال منتجات عسكرية إلى أوكرانيا بما في ذلك بنادق قنص وخوذات وسترات واقية من الرصاص. إلى ذلك كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولنبرغ اليوم عن زيادة الناتو لشحناته المرسلة إلى أوكرانيا من الأنظمة المضادة للدبابات والمضادة للطائرات والذخيرة، مبديا تأييده لانضمام كييف إلى الحلف. يأتي هذا فيما يستمر الهجوم الروسي الذي بدأ الخميس ضد أوكرانيا برا وبحرا وجوا وسط تنديد دولي واسع. اليوم أكدت مصادر رسمية في روسيا أن القوات الروسية ستستهدف بضربات موجهة الأفراد الذين ينقلون الأسلحة الغربية إلى العاصمة الأوكرانية كييف، وفق تصريحات لرئيس لجنة حماية سيادة الدولة التابعة لمجلس الاتحاد الروسي أندري كليموف. الصراع إذن إلى أين سينتهي في ظل وجود هذين العنصرين، صواريخ ستينجر طبعا الأسلحة الفتاكة بشكل عام ولكن تحديدا صواريخ ستينجر، وأيضا فتح باب التطوع الدولي؟ كيف سيكون مسار المعركة وماذا يراد بهذا الدب الروسي؟ الرئيس زيلينسكي يفتح باب التطوع للأجانب والغرب يمد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بينها صواريخ ستينجر التي ركعت السوفيات في أفغانستان. كيف سيؤثر هذا في مسار المعارك في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة؟ سؤال مهم، ننتظر إجاباتكم طبعا ومشاركاتكم، ونريد شيء من العمق في التحليل بعيدا عن الحقيقة العواطف وما إلى ذلك. دعونا في البداية نتابع هذه المشاهد التي بثتها طبعا الجهات الرسمية الأوكرانية، تظهر جانب من خسائر فادحة كما وصفت للقوات الروسية على أبواب كييف. نتابع. Що осталось біля мого дому, блядь? Я в долгу не остався і не останусь, блядь. Оце їхні підараса, блядь, сука. Техніка вся. От, пожалуйста, блядь. Сука, блядь. Прийшли, блядь, сука, до нас, підари йобаної, блядь. Щоб вам, сука, всім в аду горить, блядь. Підараси йобаної, блядь. Это все в буче, блядь. Тот, блядь, я от меча, блядь, погибнет, блядь. Вот так. نرحب بضيف حلقتنا في هذه الساعة، ينضم إلينا العقيد أحمد حمادة الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، ينضم إلينا من إسطنبول. سيادة العقيد مساء الخير، ماذا يعني وصول صواريخ ستينجر إلى القوات الأوكرانية في هذه المعركة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك. الهجوم الروسي يعني البري يعني كان فاشلا بكل المقاييس، لم يستطع أن يحقق ما كانت ترنو إليه هذه الحملة البوتينية على أوكرانيا. أولا بدأت أسراب من الطائرات المروحية والطائرات السخوي والميج بضرب مراكز الاستطلاع والرصد الرادار، وكذلك ضرب مدرجات المطارات وقصف المطارات العسكرية التي تعرفها روسيا بشكل جيد من أجل أن تكون لها السيادة الجوية. ومعنات السيادة الجوية هي أن تتحرك
الطائرات الروسية النفاثة والمروحية بشكل سلس وبدون أي عوائق في السماء الأوكرانية لتصطاد الآليات والدبابات ومراكز القيادة وأن تحطم الجيش الأوكراني والمقاومة الشعبية حتى يدخل الجيش بشكل آمن ليقوم بالمهمة التي أوكل إليها، ربما احتلال كييف وتنصيب حكومة جديدة، ربما السيطرة على الجبهات الثلاثة حيث الهجوم ومحاور الهجوم من الجهة الشمالية باتجاه تشيرنوبيل كييف تشيرنهيف، ومن الجهة الشرقية خاركوف سومي، ومن الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية ماريوبول وكذلك أوديسا و شو اسمها خيرسوف، ما يعني كلمة روسية خاركيف. نعم بهذه، نعم كل هذه المحاور فشلت، فنظر الروس بهذه المسألة التي فشلت فيها قواتها اليوم أصبحت اصطياد الطائرات الروسية والحوامات التي بدأت تطير وتضرب المواقع والموانئ وكل الأهداف وتدعم تحرك الجيش الروسي أصبحت مشكلة لدى الأوكرانيين. لذلك الغرب الذي أراد بالفعل أن يوقف هذا الهجوم ويدمر أحلام بوتين ويجعل هزيمته استراتيجية في هذه المنطقة، لذلك بدأ الغرب من ليتوانيا وأمريكا وبريطانيا فرنسا وكذلك هولندا بتزويد الجيش الأوكراني بهذا النوع من الصواريخ، هذا النوع من الصواريخ الستينجر الذي لا يخطئ نسبة الإصابة 98% على ارتفاع 5 كيلومتر ليزري يحطم كل شيء أمامه من الطائرات والمسيرات والحوامات على ارتفاع 5 كيلومتر وفي المسافة حتى 5 إلى 6 كيلومتر، وهو محمول على الكتف وسهل الاستخدام. هذا السلاح الذي كان من الجيل الماضي الذي كان يوجه ليس بالليزر بل بالأشعة الحمراء وغيرها، حطم أسطورة الاتحاد السوفيتي وأسقط 275 طائرة للروس أو الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وانسحب على أثره وتفكك الاتحاد السوفيتي سابقا نتيجة خسائر مادية ومعنوية وعسكرية في هذا البلد. اليوم السيناريو ربما يتكرر مرة أخرى في أوكرانيا، فإذا هذا السلاح الفعال والذي يعتبر منظومة دفاع جوي حديثة ومضمونة هو يتم تدمير هذه الأهداف على ارتفاع 5 كيلومتر، ولكن ربما يحتاج الأوكرانيون إلى منظومات أخرى من الدفاع الجوي التي تستطيع أن تسقط الطائرات على أكثر من هذا الارتفاع 5 كيلومتر. ولكن سيادة العقيد قبل أن نمر يعني من الناحية العسكرية والميدانية، ربما الجغرافيا الأفغانية وفرت للمجاهدين الأفغان حينها فرصة لاستخدام هذا النوع من الصواريخ وإرهاق طائرات الاتحاد السوفيتي وإسقاط العشرات منها. هل الجغرافيا الآن في أوكرانيا أيضا مليئة بالمدن مليئة بتجمعات سكانية، هل تساعد أيضا في استخدام مثل هذه الصواريخ برأيك؟ يعني هذه الصواريخ لا يهمها التضاريس، بالفعل التضاريس الجبال والأودية الاحتماء، يعني حتى لا يتم استهداف الطواقم التي تستخدم هذا النوع من الأسلحة. ربما الأرض مكشوفة في أوكرانيا وهي سهول، ربما يكون أصعب من الاحتماء والاختباء والتمويه على يعني على مطلقي هذه الصواريخ أو على طواقم الستينجر، ولكن بالتالي ضمن هذه المدى يستطيع هذا الصاروخ من حماية منشأة من حماية كتيبة التي مساحتها 2 كيلو ب 2 كيلومتر في الانتشار بحدود 1 كيلومتر وفي العمق 900 متر إلى 1 كيلومتر، يستطيع هذا الصاروخ أو طاقم واحد من هذا النوع حماية هذه الكتيبة إذا تم استخدام وسائط الحماية والتمويه التي لا يمكن مثلا استهدافه من قبل الطيران أو من قبل المدفعية أو غير ذلك.
ذلك. فهذا اليوم السيل الكمي الكبير من هذه الصواريخ ربما يتم انتشاره على معظم الأراضي الأوكرانية ويشكل يعني هاجسا للطيارين الذين يعني ربما لم يقوموا بعد الآن بالقصف الآمن والتحرك بشكل سلس على المدن وعلى المنشآت المطارات والمنشآت الاقتصادية والعسكرية. وليس فقط يعني ما هو يؤلم الجيش الروسي اليوم صواريخ الستينجر، بل هناك صواريخ مضادة للدروع الصائد الدبابات الجافلين واللاو يعني التي تم تزويد كذلك الجيش الأوكراني بكميات كبيرة من هذه الأنواع. هو الحقيقة نعم، بالإضافة إلى ما ذكرت سيادة العقيد، هناك تطور أيضا اليوم حصل فيما يتعلق بفتح باب التطوع الدولي الذي أعلنه الرئيس زيلينسكي، ويبدو أنه مثل هذا التوجه لا يعني لا يجد معارضة من بعض الزعامات الغربية. مثل هذه الخطوة أن تصبح المعركة بشكل ربما واضح وكأنها معركة دولية وإن لم تتحول إلى حرب عالمية، كيف يتوقع أن يكون رد الروس إذا ما ذهبت كييف في هذا المسار؟ يعني روسيا اليوم تستخدم كذلك متطوعين من بلدان أخرى، وهناك يعني بعض الأخبار بأن النظام بشار الأسد أرسل عدد من المقاتلين إلى تلك المنطقة. أتوقع بأن الأسلحة الحديثة التي يتم تزويد أوكرانيا فيها بحاجة إلى تدريب وإلى مدة للاستيعاب، فعندما يأتي متطوعون يحسنون الاستخدام على هذه الصواريخ فأتوقع بأن تقليص الزمن من أجل هذا الاستخدام ويقومون بتدريب، لأن يعني الجيش الأوكراني تسليحه شرقي روسي، هو نفس السلاح الدبابات والمدرعات وكذلك الطيران. إذن عندما يأتي سلاح غربي متطور كالصواريخ الجافلين واللاو والتاو وكذلك الستينجر، فبحاجة إلى مهنيين وإلى طواقم مدربة، فأتوقع بأن المتطوعين سيأتون ويشغلون هذا الأسلحة، وربما تأتي أسلحة غير ذلك من أجهزة الإرشاد والدلالة وكذلك التشويش التي استخدمها الروس بشكل كبير، وحتى فرضوا إعماء وتشويش كامل على الطيران وعلى الرادار، وهم يعرفون كيف يشوشون على الأجهزة التي لديهم منها كالرادارات يعني مثلا ومراكز السيطرة والقيادة. لذلك كان تدمير المطارات ومراكز الرادار كان أسهل مما ينبغي. طيب هناك أيضا سلاح آخر تحدثت عنه يعني ولو بشكل غير مباشر، يعني في أحد الأخبار عندما استهدف رتل للقوات الروسية، هذا ما أعلنته الجهات الرسمية الأوكرانية، قالت بأنها استخدمت أو استهدف هذا الرتل بسلاح البريغدار التركي. باعتقادك هذا السلاح طبعا ليس سرا، تركيا زودت أوكرانيا بمثل هذا النوع من السلاح، هل هذا السلاح أيضا له حضور برأيك في مثل هذه المعارك الآن؟ يعني هذا السلاح هو السلاح الفعال الذي يضرب الأرتال وخاصة أرتال الدعم اللوجستي. اليوم القوات الروسية تعاني في نقص شديد في الوقود والدعم اللوجستي، لأن خطوط الإمداد هي طويلة. إذا تكلمنا اليوم على جبهة طولها 1500 كيلومتر، وأن الآليات الروسية معروفة من الزيل 130 كما رأيناها والتاترا وبعض الأنواع من هذه الأسلحة أو مخلفات الاتحاد السوفيتي السابق. لذلك كان حضور البيرقدار اليوم فعال ودمر أرتال للدبابات في منطقة خاركيف وبعض المناطق كيرسون وحتى في منطقة كييف، يعني هناك أرتال تم تدميرها. هذا السلاح أثبت فعاليته وحتى ضد يعني منظومات الدفاع الجوي الروسية، لقد تم تدمير عدة منظومات في منطقة الجفرة في ليبيا، وتم تدمير عدة منظومات في
منطقة سراقب في العام الماضي أو الذي قبله، عندما كانت هناك معركة بين الثوار وبين الجيش الروسي والميليشيات الإيرانية في منطقة سراقب. إذن تم استخدام البيرقدار وأثبتت فعالية كبيرة. كذلك تم استخدام البيرقدار في ناغورنو كاراباخ في الحرب الأذرية الأرمنية التي كانت روسيا تدعم أرمينيا بشكل كبير، والذي يعني نتج عن هذه الخسائر الكبيرة في الدبابات والآليات ووسائط الدفاع الجوي الأرمينية من توقيع اتفاق تسليم ناغورنو كاراباخ. إذن الروس يدركون ويعرفون مدى فعالية هذه الطائرة البيرقدار والإكينجي وغيرها ممن يمتلكها اليوم الجيش الأوكراني. إذن هناك أسلحة فعالة، وليس يعني فقط من يملك القوة هو الأساس في هذه المعركة. رأينا صمود أهالي يعني أوكرانيا والجيش الأوكراني، وهذا كان غير محسوب لدى حتى الولايات المتحدة، الذي تكلم بايدن بأن 96 ساعة ستسقط أوكرانيا، ولكن اليوم بعد هذا اليوم الرابع لم نرى أي شيء. فقط هناك استرجاع لمناطق في محيط كييف وخاركوف وأوديسا وبعض المناطق. يعني لم يستطع الروس أن يحققوا أي شيء أو يستولوا على أي مدينة أو هدف هام. لذلك نستطيع أن نقول بأن الجيش الروسي فشل، وكان هجومه عبارة عن هجوم كلاسيكي لا يرقى إلى الدولة عظمى كروسيا كما تدعي روسيا. وأن اليوم ننتظر من الأوكرانيين بأن ينظموا جيشهم واحتياطهم ويشنوا يعني معركة يعني هجوم معاكس ليتم هذا. هذا ما أردت أن أختم به معك سيادة العقيد. نعم. في ضوء لا نقول انكسار الهجوم الروسي، ولكن يعني تبدو المعارك أو هذا الهجوم الروسي يبدو في ورطة ولو نسبيا، في ظل هذه المعطيات أيضا التي تحدثنا عنها، وصول سلاح فتاك في مقدمته ستينجر، وصول ربما متطوعين أجانب قد يساعدون في إدارة المعركة، في ظل كل هذه المعطيات أين ترى مسار المعركة متجه في الأيام والأسابيع المقبلة؟ يعني هو الهجوم الأول المفاجئ الذي يمكن أن يحقق به الجيش المهاجم الأهداف الأساسية. حتى في الهجوم هذا الأول لم يحقق الروس أي شيء. لذلك أتوقع بأن المقاومة الشعبية وازدياد الروح المعنوية لدى الجيش الأوكراني والمتطوعين حتى الدفاع المدني، رأينا هناك قذائف المولوتوف، رأينا المتطوعين، رأينا الرئيس زيلينسكي والرئيس الذي سبقه وزير دفاعه يرتدون البزات العسكرية وهم في الشوارع من أجل دعم مواطنيهم. أتوقع بأن الروس سيخسرون وأن أوكرانيا ستكون مستنقع، وهذا ما دفع بوتين وقواته المسلحة من أجل إقامة مفاوضات في بيلاروسيا، وتم فرض شرط على بيلاروسيا التي كانت عن طريقها تأتي الهجوم على تشيرنوبل وعلى كييف من الجهة الشمالية. تعهدت للرئيس الأوكراني بأنها لم تكن ممراً أو مقراً لقوات مهاجمة، وهذا مكسب كبير لأوكرانيا. إذن القوة العسكرية هي الأساس اليوم، والروح المعنوية، والغرب الذي سمح للروس في السيطرة على شواطئ المتوسط في سوريا وعلى يعني القرم وعلى بعض المناطق اليوم يدفع هذا الثمن غالي في أوكرانيا. لو تم تزويد المعارضة السورية بشيء من هذه الأسلحة لأراح الروس أنفس الغرب والنيتو أنفسهم من وجود قوى عسكرية معادية اليوم أصبحت لهم على الضفاف الجنوبية. نعم. للمتوسط والقريبة من القواعد العسكرية لحلف الناتو. العقيد أحمد حمادة الباحث في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من إسطنبول، نشكرك جزيل الشكر. طبعا هذا السؤال يطرح أيضا، لماذا منحت صواريخ ستينجر الآن لأوكرانيا ولم تمنح للشعب السوري عندما كان يواجه محرقة حقيقية في سوريا للغرب
حساباته بالتأكيد. طيب، عبد العظيم من الأردن يقول: هذه الحرب قد تكون وبالا على العالم وخاصة الدول العربية، فنحن في الأردن ارتفع عندنا زيت القلي وسعر الحمص وقد يلحق سعر الخبز، فكيف إذا قامت حرب عالمية ثالثة؟ من المؤكد سيشهد العالم العربي مجاعة لا مثيل لها كما يقول. عبد الحميد مساء الخير. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تفضل. أستاذ صالح، بوتين هو رجل عسكري من نخبة المخابرات، والمخابرات عادة تشتغل بمحاربة الوقائع قبل حدوثها، ولهذا فهو استبق الحرب مع الغرب. فالأكيد أن الغرب سائر إلى روسيا للتواجد على حدودها، فاستبق هو بأخذ أوكرانيا. الأخ الضيف المحلل العسكري من تركيا يصف أن يتوقع أن أوكرانيا وكأنها يعني أفغانستان. الروس اليوم في على بعد 20 كيلومتر على كييف. يعني لا، هو عبد الحميد هو عسكريا طبعا، أنا أحلل هنا لا أقلل من هجوم الروس، يعني أنت تستطيع يعني من خلال بعض المحاور أن تتسلل وأن تتغلغل داخل أرض الخصم، لكن لا يعني أنك حسمت المعركة. وصلت الدبابات بالفعل الروسية إلى كييف، لكنها تورطت فيما يبدو، وهناك أرتال تم سحقها الآن. ما رأيك؟ أكيد هي فيها وقائع، فيها حرب عصابات، ولكن يا أخي صالح الروس اليوم يحاصر كييف، لا أحد ينكر هذا. أكيد فيها بعض هنا أو هناك بعض الوقائع. طيب لماذا لم تدخل الدبابات الروسية وتسيطر على كييف إذا كانت كذلك؟ لو لم تكن كذلك، ما الذي أقنع رئيس أوكرانيا للذهاب إلى بيلاروسيا للحوار مع روسيا؟ وقبل يومين أو ثلاثة كان يقترح وارسو. إذن أن القيادة السياسية والعسكرية في أوكرانيا تضعف يوم بعد يوم. لا، هناك عزيزي حتى موقف في بيلاروسيا اختلف. بيلاروسيا التي انطلقت منها الهجمات على أوكرانيا الآن تعطي وعد بأنها لن تكون منطلق لمثل هذه الهجمات. شكرا لك على كل حال عبد الحميد، أشكرك. محمد من فرنسا. صالح، أهلا وسهلا بك يا أخي. الدكتاتورية انظر روسيا قاعدة عسكرية وبغية تستل المغرب العربي وما تكلموش، والشعب السوري زوج ملاين كم دمروا العراق. لا محمد، موضوعي أوكرانيا الله يهديك. نعم، نفس الشيء روسيا، لأن روسيا راهي تتوسع الآن والآن ترجع لأوروبا. هذا هما أفريقيا، عندما نتكلم المغرب العربي هي أوروبا. هذه هي كيفاش الآن ما يخليش الناتو، حلف الناتو ما يخليش أوكرانيا بس تتحيد من الناتو من أوروبا. يلزم الدول المجاورة روسيا فتكون تحت السيطرة روسيا. شكرا لك محمد من فرنسا، أشكرك. أحمد من هولندا. صالح، يا هلا بك. أنا مقتنع بالتحليل ديالك في الأول من اللي حللتي في الفرقية الثانية. أنا مقتنع بالتحليل ديالك، وأما الحروب اللي نايضة أوروبا زبدت الروسيان عندها ولا بس كدير المواطع ديالها، دات لسوريا، دات لليبيا، وهذوك المواطع ديال الأمريكان وليهم كياكلوا الخبز. وحنا كنحلوا، وحنا الحكام ديالنا غير كيحلوا في الثورة، الجمعة يجيبوا العلماء. دابا غادي يوليو حنا المسلمين اللي يمشيو لأوكرانيا قبل لا تسمع. شكرا أخي صالح. أيوا، هذا ما لديك أحمد. شكرا لك أحمد من هولندا، أشكرك. نايف مساء الخير. السلام عليكم أخوي صالح، آسف على إزعاجك. تحليل سريع. تفضل. أول شيء، الاتحاد السوفيتي عام 1991 كان تحت سيطرة روسيا والمخابرات الروسية مسيطرة على كل شيء، سقط بالاتفاق مع أوروبا وأمريكا، بس ظلت المخابرات شغلها ماشي. الحين الأزمة راح يردون الاتحاد السوفيتي والاتفاق مع الصين
هذا الدليل زائد إيران شنو؟ إيران صفت مع قطر مع أوروبا للتزويد، مني راح يصير في تصفية حسابات، زائد أن الرئيس التركي أردوغان يوم فرضت عليه عقوبات الولايات المتحدة ركض إلى بوتين، الحين صار لا روسيا راح تسيطر والصين وكوريا الشمالية راح تصير الحرب العالمية الثالثة، وهذه 100%، هذا أوضح لك إياها، وراح يسقط الأنظمة الاشتراكية وترد تحت سيطرة المخابرات الروسية كل الدول الاشتراكية بالقوة، لأن هي من زمان تحت سيطرتها، هي مرتاحة 30 سنة الحين عندها صواريخ نووية راح تبدأ. يعني أنت ترى أن روسيا ستخرج منتصرة من هذه الحرب؟ هي منتصرة، أنا بعطيك دليل. ولماذا لا يكون العكس؟ بالعكس المؤشرات الحالية الآن وكأن الغرب وأمريكا تحديدا بنظر بعض القراءات طبعا تم إعداد ساحة الغرق والورطة إن صح القول بين ظفرين، تم إعدادها بشكل جيد وإغراء روسيا للدخول إلى أوكرانيا، دخلت روسيا لأوكرانيا، تم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة، ستتبعثر هناك الجحافل الروسية وينهار الدب الروسي وتنفرد أمريكا والغرب بالصين ويرتاحوا من وجع الدب الروسي. شو رأيك في هذه القراءة؟ أنا أوضح لك نقطة وراح تغير فكرك 100%. صالح، روسيا لها نفوذ واسع في أوروبا وجواسيسها في أوروبا، في بريطانيا عندك روسيا مخابرات صناعات مدنية وعسكرية، زائد الصين اتفقوا مع بعض، هذين لما يتفقون مع بعض يعني السيطرة على شرق آسيا، يعني طرد النفوذ الأمريكي الأوروبي، ومنها يطلعون الدول العربية توقف وياهم ولا ضدهم، من هنا تبدأ تتغير خريطة واللعبة السياسية، لازم تفهم يا صالح. شكرا لك نايف الكويت. على كل حال نحن نتحدث على ساحة معروفة الآن ولا نتحدث على هذا العالم الواسع، لا أدري كيف نايف على كل حال تناول المسألة، ولكن أمامنا جغرافيا واضحة للمعركة الآن، أوكرانيا يبدو أنها ستحدد مصير الدب الروسي، إما قويا مهاب الجناح وأوكرانيا ضعيفة مقسمة ربما مسيطر عليها من قبل روسيا، أو أن العكس هو الذي سيحصل، قد يدمر الدب الروسي هناك ويخرج يعني ال 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 الاتحاد الروسي هذا يخرج أكثر ضعفا، وأوكرانيا ربما تستعيد عافيتها بسرعة. علي من العراق. نعم مساء الخير. مساء الخير يا علي. أهلا وسهلا، كيف الحال؟ تفضل سيدي، تفضل أسمعنا صوتك. التطويع وين مفتوح؟ طيب لا يستمع إلي علي فيما يبدو، على كل حال يريد لو أعيد الاتصال. ننتقل لخالد. خالد مساء الخير. السلام عليكم أخ صالح. خالد تفضل. السلام عليكم أخ صالح. لا يبدو أن خالد أيضا ينصت. طيب ننتقل للمشارك الذي يليه، إذن حسن من إيطاليا. السلام عليكم. وعليك السلام. والله يا عم صراحة مش أقول لك، أنا أوكرانيا بسبب الحرب، قل عليها شو خطر حرب لإصابات صيبة، كما صرنا في أفغانستان، كما صرنا روسيا بتخسر، والحمد لله مبلغ كده روسيا تخسر، قل عليها شو عطمة ليبيا وعطمة سوريا، على الأقل تكسر الشوكة متاعها في العالم العربي، فهمني يا عم صراحة؟ نعم فهمني، دمرت سوريا ودمرت ليبيا، على الأقل تكسر الشوكة متاع وعرب الإصابات تكسر بها، هي دوت لك كلبتك عشان. طيب نحن نتحدث عن تحليل ولا نتحدث عن عواطف، يعني لسنا هنا لنتشفى في روسيا أو غيرها، نحلل حتى نستفيد. فضل يبغى السلس من عرب الإصابات صعيبة مش تكسر بها روسيا، مش عواطف، عرب الإصابات صعبة كمان، الإصابات كمان
هم يخليهم يدخلوا للبلدة بعد ما يطلعوا من الشوارع بضربك الصواريخ شدد ويضربون خمسة بلدات. شكرا لك حسن، أشكرك حسن من إيطاليا. محمد من فرنسا. ألو، مساء الخير يا محمد. السلام عليكم. وعليك السلام. يا أخي روسيا تنتصر، تنتصر روسيا، قلبت لهم اللعبة، اللعبة اللي كانت تحت فيها أمريكا وإسرائيل قلبتها لهم الروس. والروس عندها حلفاء صحاح، فهمت؟ وأوروبا لازم تمشي تحت الروس، وبليجي تحبس ما عندها ما دير. أوروبا ما عندهاش الجناحين، أوروبا يتسيس، تحب تاكل منا ما لقيت مع من تمشي، ما لقيت تمشي مع الروس، ما لقيت تمشي مع امريكا. اي قاعده غير تتبع، تشوف من بعيد لبعيد، ما يعاونوا ما والو. تكت با هما الاوروبيين وسحبين يكسروا امريكا، هذا هو الحساب. ربي يعاون الروس. شكرا لك، شكرا لك محمد من فرنسا. ربي يعاون الروس، لاحظك التحليل، يعني هو واضح في النهايه انه عواطفه مع الروس. يا جماعه الخير اتركوا لي العواطف جانبا وتحدثوا بعقل حتى نفهم شو صاير من العالم، شو صاير في العالم، وبالتالي نفهم شو راح يكون مصيرنا ايضا. دعكم من العواطف، العواطف دمرتنا، ولهذا نحن في مؤخرة القوم. حللوا بعلم، عصر العلم الان. محمد من ليبيا. محمد، يبدو انه فقدنا محمد من ليبيا للأسف. على كل حال إذا كان يسمعني الآن ياريت يعيد الاتصال. معنا أيضا اتصال من أمريكا. مصطفى، مساء الخير. مصطفى من أمريكا. أنا في تحليلي. ياريت ترفع صوتك شوية مصطفى. أنا رافع صوتي. أنت تسمعني؟ تفضل. أوكي، أنا في تحليلي يعني الشخصي أنه الخطأ الكبير الذي وقعت فيه أوكرانيا هو أنها سلمت النووي الذي كان لديها في وقت من الأوقات بتخطيط أوروبي، فلذلك روسيا كشرت على أنيابها، لأنها تعلم أن أوكرانيا ليس لها السلاح النووي بعد سقوط روسيا. والنقطة تحول يعني الآن في هذه الحرب، نقطة تحول هي هذه الصواريخ ستينجر. حتى ولو أوروبا، مصطفى ما دمت وصفتها بنقطة التحول، كيف سيكون انعكاسها إذن؟ في المدى القريب أم في المدى البعيد إذا طالت المعركة برأيك؟ ستكون نقطة انعطاف أخي ناصر، نقطة انعطاف بين في الحرب الجوية التي ستشنها روسيا على أوكرانيا. وليكن المشكلة الكبيرة التي يتخوف منها ولا يريدون التصريح بها، لأن بوتين إنسان مجنون تقريبا مختل عقليا. الآن في خبر عاجل مصطفى، لأنه في خبر عاجل وأنت تتحدث، اعذرني طبعا حتى فقط أذكر هذا الخبر. الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات عسكرية فتاكة لأوكرانيا بقيمة 450 مليون يورو، يعني واضح بأن الدعم قوي ويزداد قوة لأوكرانيا. هل روسيا الآن في ورطة حقيقية وعليها البحث عن مخرج سريع برأيك؟ نعم، إنها في ورطة حقيقية، لأن هذه منظمة اسمها السويفت، هذا الذي سينقطع وسيعزل روسيا تماما وكل رجال الأعمال. وحاليا رئيس تشيلسي يتخلى عن إدارة تشيلسي، الرجل الأعمال الكبير الروسي. نعم. يتخلى عن إدارة تشيلسي، يعني قرأتها في أحد المجلات. وروسيا وكل من يدعم بوتين فهم من رجال الأعمال. كنت أتكلم مع صديق لي في أوكرانيا البارح، كنت أتكلم معاه، قال لك في أخبار في أوكرانيا، قال لك كان يقال أن روسيا ستحصل على أوكرانيا وستحطم أوكرانيا خلال ساعتين. فبذلك ترى يعني الفرق بين ساعتين التي كانوا هم يعني برأيك بوتين
بوتين تقديراته كانت خاطئة وقد ينكسر وتكون نهاية لمساره السياسي ربما؟ 100%. شكرا لك مصطفى. ولا أستبعد ذلك. ولا أشكرك مصطفى من أمريكا. أبو محمد مساء الخير من قطر. عليكم أخوي صالح. وعليك السلام. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. يا أهلا بك. أول مرة أتصل فيك صراحة، بس أنا عندي تحليل صراحة، يعني ما أدري في اختلاف بسيط على الإخوان. أنا عجبت في محللة في مع قناة الفوكس نيوز تقول إنه يعني هو طبعا هو كان بوتين طالب من طبعا امريكا ودول الغرب انه تعطيه ضمانات طبعا امنيه عشان انه ما يدخلون اوكراني في حلف الناتو، عرفت شلون؟ وهم عارفين اصلا هم ما راح يدخل في الناتو، ما راح يدخلونه، بس ما عطوا الضمانات لان عشان يسمحون له يدخل اوكرانيا، يعني يغزو اوكرانيا، وبذلك طبعا يحاصرون اقتصاديا، وطبعا وفي نفس الوقت طبعا يستنزفونه في عسكريا، يعني مثل ما عملوا في افغانستان، يعني يمدونها بالاسلحه ويستنزفون عسكريا، وفي نفس الوقت يحصلون اقتصاديا، لان طبعا ما راح يدخلون مع في حرب، لان يعرفون دول عظمى كبار ودول نوويه، يعني هاي تدمير عالي، بس هم حبون يورطون في اوكرانيا ويستنزفوا عسكريا، وفي نفس الوقت يحصلوا عسكريا. شوف تدوع الدفعات طيب ابو محمد الصديق. ابو محمد نعم. اذا نعم. اذا اذا سلمنا بهذه الورطه للدب الروسي في اوكرانيا، باعتقادك اين، لو تختصرها لي في نقاط سريعه، ما هي اخطاء بوتين في هذه المعركه الى حد الساعه طبعا من وجهه نظرك؟ والله هو طبعا هو بلع الطعم، طبعا هو دخل الحين في اوكرانيا وقاعد طبعا الحين يستنزف، طالع الحين خسائر كبيره في وطبعا ما قدر حتى هو كان هو هدفي حصار كيف، طبعا ما قدر على العاصمة كيف، وخسائر كثيرة، يعني خسائر كبيرة في المعدات وفي الأفراد، ومع الوقت طبعا هم عارفين أن العملية بتكون على المدى البعيد، استنزاف على المدى البعيد، والحصار على دفعات حصار طبعا على سويفت، ابتدوا معاه حصار طبعا التعاملات البنكية مثل ما تعرف سويفت. شكرا لك ابو محمد من قطر. معنا ايضا سعيد من الجزائر، مساء الخير سعيد. للاسف يبدو فقدنا سعيد، نشكره على كل حال. نختم اذا ببعض المشاركات السريعه عن طريق الواتساب. ابو احمد يقول انا اتوقع ان صواريخ ستينجر لن يكون لها نفس التاثير الذي كان في افغانستان، لان الطائرات الروسيه اصبحت اكثر تطورا. على فكرة تطور بسيط أو قليل، لكن هذه الصواريخ لا تخطئ أهدافها بنسبة فوق 90%، والآن حتى الصواريخ هذه تطورت، سابقا كانت تشغل بطريقة، الآن صارت بالليزر، وبالتالي كل الأسلحة تتطور بما فيها صواريخ ستينجر. أبو زياد من المغرب يقول تحليل المتواضع يصب في أن أمريكا وحلفائها الأوروبيين يعاودون الاستراتيجية القديمة بمحاربة روسيا بيد أوكرانية، وخاصة رئيسها حليف استراتيجي لبايدن. أحمد من ألمانيا يقول لماذا لم يتحرك الغرب المنافق ضد روسيا في ليبيا وسوريا؟ هل السوريون والليبيون ليسوا بشرا أم لأنهم مسلمون كما يتساءل؟ إسراء صليح من المغرب تقول أسلحة النوعية التي وصلت القوات الأوكرانية ستغير مجرى الحرب بشكل كبير، لأنها أسلحة متطورة جدا، والجيش الروسي معروف بالدبابات، وهنا سيكون صيد سهل لهذه الأسلحة. أشكر طبعا كل من راسلنا الحقيقة، كريم الباهي وأبو ياسين من هولندا وأم ريان من لندن وآخرين، أشكركم جميعا. عبد العالي من المغرب، نور الدين سليمان من المغرب وآخرين، أشكركم جميعا. أنا سعيد جدا بمشاركاتكم وتفاعلكم، لكن أدركنا الوقت، مضطرون الآن للتوقف مع فقرتنا الأخيرة كالعادة، مراسلو الرأي الحر. نبدأ برسالة عبد الصمد. ماذا يقول عبد الصمد؟ يقول الصين وروسيا لهم نفس الرؤى والأفكار حول هيمنة القوى الغربية ومسؤوليتهم في نشر الحروب الأهلية وتدمير الدول،
وفق سياسة السيطرة والاستعمار الاقتصادي والمالي كما يقول. الرسالة التالية مها محمد تقول: انتهى زمن أمريكا والغرب وستظهر دول أخرى وتنتهي القوة التقليدية للأبد. عماد برهومة يقول: أمريكا تلعب بأوروبا كما تشاء ولا تهمها أوكرانيا بقدر ما يهمها عزل روسيا عن العالم ومحاصرتها من كل الجهات. بدأت بإخراج حليفتها من الاتحاد الأوروبي وهي بريطانيا، والآن تنفذ أجندتها بفرض عقوبات قاسية ستمس على المدى البعيد الشعوب الروسية. صابر تيجاني يقول: الرئيس الأوكراني ممثل كوميدي أبله، تسبب في حرب عالمية كما يقول. نختم بإبراهيم خواجة يقول: غاز روسيا موجود بالأرض ولا يوجد تكلفة لتخزينه، الخاسر هي أوروبا، ستموت من وقف الغاز الروسي الذي لا يمكن تعويضه لا من الدول العربية ولا من غيرها كما يقول. وعندما أرسلت أمريكا غاز أرسلت 5% من حاجة أوروبا. هذه رسالة نختم حلقة الليلة كالعادة، نشكر كل من شارك معنا وساهم كالعادة في إثراء هذا الحوار والنقاش. لقاؤنا بكم يتجدد كالمعتاد يوم غد بحول الله. إلى اللقاء.